يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نشر وجهدوا معهم في الله واجتهدوا ونجروا وله هوى وقد نصروا وبينوا الفرط والمسنون وانتصروا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وألمها وأشرفها يعطر الكون ري البشر العطير معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها فرش الرضوان ينتشر عبد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وسيم ثقيل الجبال كما يليه طول جميع الماء والمطر وعد ما حوات الأشجار من ورق وكل حرف غدا يبلى ويستقر والوحش والطير والأسنان ما نعم يليم الجن والأملاك والبشر والدر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصف والأرياش والوبر وما حاق به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدت لأعمالك التي مللت بها على الخلائق مذكر ومدهشر وعد من ناره السهم الذي شرف به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأهوال يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أم يذر من السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر بعد ما الله موجودا وأوجد معلوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهون كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر نهاية وانتهاء يا عظيم لا ولا أبد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد المعطف أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبغي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجائمات في يديه سبح الحجر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجائمات
وكن لطيفا بنا في كل ناس لكن لطفا جميلا بنا الأحوال حسير وكن لطيفا بنا في كل ناس لكن لطفا جميلا به الأحوال كان حسير وكن لطيفا بنا في كل ناس لكن لطفا جميلا به الأحوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وجلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس الثلال وبقت شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر الخليفة من قام من بعده للدين يتصر وعن أبي حصين الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه عمر وجدل عثمان بن نورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنه وأمه مع أهل العباء كما قد جاء الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بدلت أولها رسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكفنته وبنوه كلما ذكر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة برر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجل الحبر من زالت فيه الغيار والآن وصحو ما جل ليل تياجي أو أردى سحر مع الرضا بك في عفو وعافية وحسن خاتمة إن ينقضي العمر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله.